بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة. أقيم سباق كأس البحرين الدولي الأول للخيل الذي يقام للمرة الأولى على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وبمشاركة ملاك ومدربين وفرسان وجياد من مختلف الإسطبلات العالمية. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وممثل الجهات الراعية للسباق وجمهور كبير من محبي رياضة سباق الخيل. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن إقامة سباق البحرين الدولي الأول لسباق الخيل الذي احتضن مجموعة واسعة من الجياد القوية والتصنيفات العالية للمرة الأولى في البحرين قد وجه الأنظار إلى ما تمتلكه المملكة من مقومات ثرية وبيئة متميزة أسهمت في ريادتها في مجال رياضات الخيل بما يحقق مردودا إيجابيا على المستويات كافة في ظل ما تلقاه هذه الرياضة من اهتمام ومتابعة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشاد سموه بمستوى التنظيم والأعداد المتميز لسباق البحرين الدولي الأول لسباق الخيل الذي أسهم بشكل رئيسي في إنجاح الفعالية وإبرازها بالصورة المشرفة دوليا ليضاف ذلك إلى رصيد إنجازات المملكة ويؤكد على ما تزخر به المملكة من طاقات شبابية ذات كفاءة في مختلف المجالات، منوها سموه إلى ما شهده السباق من منافسة شديدة بين الجياد العالمية المشاركة خاصة أن أغلبها تمتلك سجلا مليئا بالانتصارات وحققت المراكز المتقدمة في أقوى السباقات العالمية. وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس سباق البحرين الدولي إلى مالك الجواد الفائز رويال جوليوس بقيادة الفارس استيفان باسكوير بالمركز الأول متفوقا على الجواد تورغنيف لستابل كودلفين وبقيادة روبرت هافلين الذي جاء في المركز الثاني، ثم الجواد راستينغ لستابل العاديات ريسينغ من مملكة البحرين وبقيادة الفارز لي نيومان في المركز الثالث، ثم الجواد أفاق ملك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة جيم كرولي في المركز الرابع، كما تم تتويج الفائزين بكؤوس بقية أشواط السباق حيث قام الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة باتلكو بتقديم كأس باتلكو للشوط الثالث إلى سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة، وكأس باتلكو للشوط الرابع إلى سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، وكأس باتلكو للشوط الخامس إلى المالك الفائز عبد الهادي البقالي، فيما قام سيد نواف الغانم مدير الاتصال المؤسسي ببابكو بتقديم كأس بابكو للشوط الأول إلى المالك الفائز إبراهيم العفو، وكأس بابكو للشوط الثاني إلى المضمر الفائز ألان سميث، وكأس بابكو للشوط السادس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وكان السباق اشتمل على ستة أشواط أخرى.